شاب مصري يذهب للحج عن طريق العجلة، وعدد من العازفين في أوركسترا مكتبة الإسكندرية يفوزون في مسابقة دولية، واليوم أيضا كواليس معسكر المنتخب الوطني المصري لكرة القدم والتشكيل المثالي لمباراة اليوم أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم. كل ده النهاردة معانا في الخلاصة. حلقة جديدة من الخلاصة، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنروح فيها لموضوعات مهمة وأخبار أيضا على الساحة المحلية وكمان الدولية، وهنتابع مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتأكيد. لكن البداية هتكون معنا من الصعيد وخبر علمي مهم ونجاح لجامعة سوهاج ومستشفى سوهاج الجامعي، لأن الحقيقة فريق الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب وبالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة والتخدير في مستشفى سوهاج الجامعي قاموا بعملية نادرة وعملية صعبة جدا. الفريق الطبي قام باستئصال ورم في قاع الجمجمة كان ضاغط على العصب البصري لشاب عمره 19 سنة، وده أدى إلى فقدان البصر بصورة كاملة. تقريبا حضراتكم تخيلوا معايا لو شاب عنده 19 سنة يعني لسه في مقتبل الحياة، وطبعا أصيب بهذا الورم اللي أفقده بصره في وقت مبكر من حياته، بالتأكيد هيكون تأثيره تأثير مدمر. لكن الحقيقة الفريق الطبي تمكن من استئصال هذا الورم في قاع الجمجمة والتمهيد لعودة الإبصار مرة أخرى لهذا الشاب، وده نجاح كبير لجامعة سوهاج ومستشفى جامعة سوهاج إن هم قدروا طبعا يقوموا بعملية نوعية صعبة. بالتأكيد هنحاول نعرف تفاصيل أكتر، ومبارك كمان لجامعة سوهاج ومستشفى سوهاج الجامعي، فهنعرف تفاصيل أكتر عن هذه العملية الجراحية الصعبة. هيكون معنا الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وهو بيشرفنا الحقيقة عبر مداخلة من زوم. دكتور حسان أهلا بك معانا. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسين، نورتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. الله يكرم سيادتك. طبعا ببارك لحضرتك ولجامعة سوهاج نجاح هذه العملية الصعبة، ولو حضرتك ممكن تدينا برضو تفاصيل أكتر، خاصة أن جامعة سوهاج الحقيقة كان ليها إسهامات طبية مميزة الفترة الماضية، بس نبدأ مع حضرتك الأول بالعملية دي وتفاصيلها. هو سيادتك دي العملية دي عملية متقدمة ذات مهارة عالية، ودي من العمليات اللي يعني دايما يقوم بها قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الجامعة بسوهاج. قسم جراحة مخ وأعصاب من الأقسام المتميزة اللي هي بتخدم محافظة سوهاج والمحافظات الجنوب، لأنه ده تخصص نوعي وتخصص فريد ودقيق. وسيادتك يعني حتى بالاسم جراحة مخ وأعصاب يعني مكان حساس، وزي ما سيادتك عارف إن أي نقطة في المخ بتمثل حاجة معينة موجودة في جسم الإنسان، فمجرد بس وجود ورم او مرض او كده في هذه البؤره بيتم طبعا فض الجزء اللي هو مسؤول عنها الوظيفه لهذا الجزء، ومنه قاع الجمجمه او قاع المخ. ده من المكان الحساس في المخ اللي به المخيخ اللي هو مسؤول عن الاتزان، وبه العصب البصري، والعصب البصري هم عصبين بس قريبين من بعض جدا في منطقه قاع المخ، بيطلعوا من كلازمه واحده او من مكان واحد. وده لما حصل الورم عند هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عام، فجه المستشفى بفقدان للبصر، وده بدا يشتكي قبل فقدان البصر بزغلله في العين ووجود ارتجاع يعني
الطفل هذا المريض بيرجع سواء اكل ما اكلش بيرجع على طول وكده، مع زغلله في العين، مع دوخان، مع طبعا ضعف البصر، الى ان تطور الموضوع في خلال الشهر اللي هو طبعا بيكشف عند الاطباء وعلاج وكده، لغايه ما جه مستشفى الجامعه وقام الفريق الاطباء قسم جراحه المخ والاعصاب، رئيس القسم الاستاذ دكتور مؤمن المأمون ومعه اعضاء هيئه التدريس، كل الزملاء اللي موجودين هناك في القسم، الدكتور محمد عبد العال، الدكتور ابو زيد، الدكتور محمد صلاح، الدكتور احمد كمال الذي اجرى له العمليه وهو استاذ مساعد جراحه المخ والاعصاب ومدير مستشفى الجراحات المتخصصه، هو الذي قام باجراء هذه العمليه بعد عمل عده فحوصات، وتم التاكد من خلال الفحوصات، انا بعت لسيادتك بقى الاشعاعات اللي تمت، الاشعاعات الرنين المغناطيسي وكل الاشعاعات اللازمه في هذا، واكتشف ان في ورم وهذا الورم لابد من ازالته، وطبعا الحالات دي بتبقى حالات موثقه لانه طبعا بصر المريض مهم واي جزء من جزء الاجزاء المريض مهمه، وبالتالي كانوا موثقين العمليه والاشعاعات قبل اجراء العمليه الجراحيه، وكان بيعاني من فقدان كامل بالبصر بعينه الاثنين، ولله الحمد طبعا العمليه كان بالاشتراك مع قسم الانف واذن والحنجره، طبعا مع وجود جهاز اجهزه طبيه متقدمه اللي هو الميكروسكوب الجراحي، والميكروسكوبات الجراحيه دي منها انواع، لكن بيبقى احدث انواع واكثر انواعا تكبيرا وقوه ورؤيه بيبقى العمليات جراحه المخ والاعصاب، وفي اجهزه كمان بتحدد مكان الورم، وبالميكروسكوب بيتم طبعا فصل الورم عن الخلايا المخيه السليمه، والا طبعا هيفقد حاجه ثاني بجوار البصر، او ممكن يرجع له البصر لكن يفقد الحركه، ولكن الحمد لله المريض تم شفائه تماما وتم تصويره، وانا بعت لسيادتك فيديو يبين حاله المريض بعد اجراء العمليه الجراحيه. يعني انت تقول الحمد لله هو حالته كويسه دلوقتي وهيعود البصر دي ان شاء الله. طبعا الحمد لله حالته كويسه وهيعود لحياته الطبيعيه، هو طبعا مبسوط جدا من هذه العمليه، وطبعا ده بيبقى حاجه كويسه، يعني المريض بيبقى ممتن، وطبعا خلص لوجه الله سبحانه وتعالى اجريت العمليه الجراحيه هذه، وطبعا الاف العمليات بتجرى في السنه كلها مجاني بدون دفع اي مصاريف او اتعاب للاطباء او الدكاتره، الا برضو عن طريق القنوات اللي عاملاها الدوله اللي هي علاج على التامين الصحي او علاج على نفقه الدوله، فبيمشي طبعا الاطباء والاداره المستشفى في هذا الاجراء عشان طبعا المستلزمات والمستهلكات والادوات، الاطباء نفسهم طبعا بيشتغلوا في مستشفى الجامعه مقابل الاجر. طب دكتور انا عايز استغل كمان المناسبه دي والنجاح اللي حققتوه، يعني طبعا احنا مستشفى سوهاج الجامعي الجديده دي تم تطويرها واصبحت على اعلى المستويات، وما شاء الله بتتوسعوا دلوقتي، بتاخدوا ارض المستشفى الحروق كمان جديده، والمستشفى كمان كانت حظيت بدعم الرئيس السيسي، لو حضرتك بتقول لنا برضو ابرز ما تم تطويره وتجديده، وكمان بتستعد لايه القادم مستشفى سوهاج الجامعي، كمان كنت استقبلته عدد من ضحايا غزه كمان وتم معالجتهم في المستشفى الجامعيه، فطبعا اصبح عندنا صرح عملاق هو مستشفى سوهاج الجامعي، فلو برضو حضرتك تقول لنا ابرز ما يتم الان. هو حضرتك يعني تبرعت لغلطة مهمة جدا، مستشفى سوهاج الجامعي كانت مستشفى واحدة في المكان القديم، إلى أن يعني الحمد لله في خلال السنة الأخيرة هي حاليا دلوقتي بقت مستشفيات جامعية، حيث تم إضافة إليها المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة بالكوامل، ودي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 يناير 2023، يعني ما هياش اتطورت، لا هي مبنيه جديد، مبنيه على احدث طراز، مبنيه على احدث مستوى، كانت تتبع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، وهم 2 مستشفى على مستوى الجمهوريه، واحده تم ابنائها هنا في مدينه سوهاج الجديده عن طريق هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، والاخرى تم ابنائها في الزقازيق هناك في مدينه العبور، وبالتالي دول مستشفيتين على احدث مستوى، التكلفه بتاعتهم بتاعت المستشفى سوهاج الجامعي بالفرش تعدت المليار ونص جنيه، وتم افتتاحها طبعا بتشريف سوهاج، تشريفنا سوهاج بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من شهور يعني
تم يعني تشغيلها مستشفى طوارئ، هي تستقبل الحالات الطوارئ سواء حالات جراحيه او حالات بطنيه على مدار 24 ساعه، وهي القوه السريريه بتاعتها 20 سرير، فيها 60 سرير عنايه مركزه، بها 30 سرير غسيل كلوي، بها 30 حضانه. فالمستشفى دي ما شاء الله. ودلوقتي كمان في مستشفى الحروق بتستعدوا ليها، حضرتك كنت بتشوف طبعاً الارض. تم طبعا وقسم الجراحات التخصصيه حصل هذه على انشاء مستشفى الحروق على مساحه 10,000 متر، وان شاء الله باذن الله تعالى عندنا رسوم جاهزه وكده، وحتى في قرار الرئاسي اللي جانا على ان يتم يعني الانتهاء منها من خلال 3 سنوات، واحنا ان شاء الله جادين في هذا الموضوع. وعندنا مستشفى سيادتك اللي بتتكلم عنها، مستشفى الجراحات المتخصصه اللي هي تشتمل على قسم جراحه المخ والاعصاب اللي احنا بنتكلم عليه، وقسم جراحه القلب. اللي هو نجح النهارده ان شاء الله في اجراء العمليه للشاب دي، احنا بنبارك لحضرتك وبنشكرك على المجهود وجامعه سوهاج يعني في مزيد من التقدم والتالق، وان شاء الله تكون مناره في صعيد مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، شكرا جزيلا. ودي قصه عمليه نوعيه نجح فيها الاطباء في مستشفى سوهاج الجامعي، واعادوا البصر لشاب عنده 19 سنه بعد جراحه دقيقه في المخ. من سوهاج لاسكندريه، وفي اسكندريه الحقيقه كل ما هو جميل دائما. اسكندريه بلد الفن والموسيقى والجمال، والنهارده بنحتفل كمان بفوز عدد من العازفين في اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه التابع لمركز الفنون، فازوا بالمركزين الاول والثالث في واحدة من المسابقات الدولية المهمة اللي أقيمت في جامعة ألبرتا الكندية، وده كانت بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للوتريات International String Connections. طبعا ده حدث كبير ومهم في عالم الموسيقى، وبيشارك مجموعة كبيرة من أساتذة الموسيقى والعازفين من دول كتيرة، منهم على سبيل المثال مصر، كندا، الولايات المتحدة، روسيا، أوكرانيا، والصين، والبرازيل، وقبرص. هنبارك وهنعرف تفاصيل أكتر، بس يعني طبعا هيكون معانا الأستاذ شادي عبد السلام المدير الفني بأوركسترا مكتبة اسكندرية. وقبل ما نستقبله طبعا وهو مؤسس ومدرب فريق أوركسترا شباب مكتبة اسكندرية، خلينا نسمع جزء من إبداعاتهم قبل ما نبارك له. كنت مايسترو مثلا معاه. خلونا نرحب بالاستاذ شادي عبد السلام المدير الفني باوركسترا مكتبه اسكندريه ومؤسس ومدرب فريق اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك، منورنا. مساء الخير، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا والف الف مبروك الكريمه دي. الله يخليك، ده شيء يسعدنا. كنا لسه بنسمع يعني جزء من شغل العازفين المهرة، بنبارك لحضرتك وبنبارك لهم كمان، الف مبروك. دي حاجه الحياه تفرح مصر ان يكون فيها شباب من الموسيقيين الهواة اللي يقدروا ينافسوا يعني مع مجموعه قويه من العازفين اللي هم دارسين في المعاهد المتخصصه في بلاد طبعا لها باع طويل في هذا المجال يعني. طب لو تقول لنا اكتر يعني معلومات نفهم عن المسابقة اللي شاركوا فيها، وكمان هي كانت بمناسبة انعقاد
المؤتمر الدولي الرابع في دورته الرابعه الانترناشونال ستريم كونكشنز، فلو تقول، وطبعا بالمنافسه مع فرق مهمه من الصين وامريكا وروسيا، كلها اسماء طبعا، والبرازيل واوكرانيا، فبرضو اكيد كانت منافسه قويه واستفدنا من دخول الاولاد فيها وفوزهم، فلو تدينا فكره اكتر يعني. طيب انا قبل ما اتكلم عن المسابقه عايز يعني اتكلم عن نشاه اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه. الاوركسترا ده تم تاسيسه سنه 2005 بعد 3 سنين من افتتاح مكتبه اسكندريه ومركز الفنون واوركسترا مكتبه اسكندريه الاساسي. طيب كويس برضو ان حضرتك بتقول لنا معلومات عن الاوركسترا دي، اوركسترا الشباب ولا الاوركسترا بشكل عام؟ لا، في اوركسترا اساسي، اوركسترا احترافي كبير، مودرن مايسترو ناير ناجي، ده اوركسترا المكتبه اللي انا المدير الفني بتاعه. لكن تاسيس وتدريب اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه جه مرحله ثانيه بعد كده. اوكي، يعني عندنا الاوركسترا الكبار واوركسترا الشباب بقى. سنه 2005 انشانا الاوركسترا ده بهدف تجميع ورعايه العازفين الشباب اللي هم على الالات الوتريه بالذات في اسكندريه في المجال الموسيقى الكلاسيك، بهدف ان احنا نرفع مستواهم ونجمعهم في منظومه، يعني نكبر الخبره بتاعتهم بحيث ان هو يوصل في مرحله ما انه يبقى زيه زي العازف المحترف اللي هو خريج المعهد المتخصص في الموسيقى. واحنا بقى لنا الحقيقه 20 سنه شغالين، ده اتخرج يمكن 3 أو 4 أجيال منهم ناس بالفعل دلوقتي عازفين محترفين في اوركسترات داخل وخارج مصر. حاليا اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه بيضم حوالي 20 عازف وتري متوسط اعمارهم من 17 ل 25 سنه تقريبا. وهم خريجين او دارسي في كليات طب وصيدله وهندسه وعلوم كمبيوتر وما الى ذلك. وبيدرسوا الموسيقى يعني والاوركسترا جزء اساسي من حياتهم، لدرجه ان هم دلوقتي بيقدروا يشاركوا وهم يعني مثلا دارسين في كليات مختلفه مع بيشاركوا وينافسوا مع العازفين اللي هم المحترفين في الخارج وفي الداخل. اوكي، يعني المسابقه اللي شاركوا فيها دي اصلا مسابقه محترفين، هي مش مشترط يعني هم مش مشترطين ان هو يبقى مسابقه هواة او محترفين، فيها كده وفيها كده، لكن الحمد لله الحاجه المشرفه ان احنا دخلنا المسابقه واول مره ان احنا نفوز بمركز اول في مجال موسيقى الحجره اللي هو بيبقى مجموعات صغيره من العازفين 3 أو 4 أو 2، ده بخلاف العزف الفردي برضو للفئه العمريه الكبار الادلت، خدنا مركز ثالث وثالث مكرر كمان، يعني ده اكتر من مركز يعني. وطبعا كان في يعني دول كتير شاركت، منهم معاهد موسيقيه متخصصه ومنهم ناس برضو دارسين هواه، لكن المسابقه مش مشترطه، هو يهمه المستوى الفني يعني. هايل جدا، احنا بنبارك لحضرتك طبعا، وده شيء يسعدنا ويجعلنا فخورين جدا جدا بشغل مكتبه اسكندريه وباوركسترا مكتبه اسكندريه وبشباب اوركسترا مكتبه اسكندريه اللي قدروا الحقيقه يحصلوا على جائزه مهمه في مسابقه دوليه، فبنبارك لهم مره اخرى، وبنشكر حضرتك الاستاذ شادي عبد السلام المدير الفني باوركسترا مكتبه اسكندريه. شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك وبشكر طبعا كل اعضاء الاوركسترا والعازفين المصريين الهايلين اللي احنا شفناهم دلوقتي في هذا المقطع بيلعبوا، فبنبارك لهم طبعا، هم كانوا متخصصين في الوتريات. هنروح بقى لقصه تانية، قصه لطيفه، وداخلين على موسم الحج. كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يجعلها ايام مباركه وسعيده ومليئه بالسكينه والطمانينه. وطبعا احنا بنحب نشوف ونتابع مشاهد الحجاج وهم رايحين بيت الله الحرام، ومشاهد سفرهم بيبقى فيها بهجه، وانا يمكن عشت التجربه دي السنه اللي فاتت، وفعلا بيبقى فيها قدر كبير من البهجه وانت مسافر ورايح تزور وتحج بيت الله، او بتشوف منظر الحجاج وهم رايحين فاتحين قلوبهم لتجربه ممتعه الحقيقه على المستوى الروحي. كمان في بقى، خلينا نقول لكم انه في ناس بتتفنن وهي رايحه كمان الحج، وناس كمان اختارت ان هي تروح الحج بطريقه مختلفه السنه دي، ومنهم قصه الشاب المصري اللي احنا هنقعد دلوقتي وهنقابله مع حضراتكم، واسمه محمد المصري، هو مصري واسمه محمد المصري، من مركز بسيون في محافظه الغربيه،
وطبعا مركز بسيوم مليان بالناس الطموحه اللي عندها حلم، بدايه من لاعبنا الكبير محمد صلاح مرورا للاستاذ محمد المصري. طب ايه قصه بقى محمد المصري؟ محمد قرر يتحدى نفسه ويتحدى الجميع الحقيقه، انه يوصل للسعوديه من بسيون للسعوديه لاداء فريضه الحج، ولكن عن طريق العجله. محمد شاب عنده تقريبا 30 سنه، وهو صاحب مبادره مميزه جدا اسمها هنشوف بلدنا على العجله. عفوا، وانا يمكن كنت تناولت المبادره دي قبل كده، بس ما اعرفش ان هو سوري يعني اتجنن كمان وقرر ان هو يسافر بالعجله للسعوديه عشان يشجع الناس على ركوب العجل والرياضه، وعشان يشجعهم على كمان المحافظه على البيئه، وعشان كمان هو يتحدى نفسه برحله صعبه لكنها قد تكون فيها متعتها برضو، انه يسافر للسعوديه بالعجله. طبعا مر بتجارب ومواقف صعبه بالتاكيد، يعني انت مسافر من بلد لبلد مش بالعربيه ولا بالسفينه ولا بالبخيره ولا بالطياره، بالعجله. فتعالى نشوف اول ما وصل مدينه تبوك بالعجله، تعالوا نشوف مع بعض. الورد عليكم يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. خلاص شباب، اول مدينه مدينه تبوك بعد حالي، والطريق كان صعب جدا جدا جدا، يعني كنتم ملاحظين في اللايفات جاذبيه رهيبه، مسافه اخدها في يومين او يومين ونص لحد ما اوصل تبوك. هناخد جوله بسيطه جوه كده ونكمل طريقنا الى المدينه ومكه ان شاء الله. انا مش متخيل شعوره ممكن يكون عامل ازاي لما قرب من هناك بعد كل التعب والمجهود ده، بس احنا هنتسأل ليه هو معانا مشرفنا على الزوم. خلونا نرحب ونقول اهلا وسهلا بابن مركز بسيون في محافظة الغربية محمد المصري. اهلا بيك. ومحمد كمان معانا زوم من فين بقى؟ احنا شفنا فيديو من تبوك، هو معانا في الزوم من مكة المكرمة. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك سام، اهلا بحضرتك واهلا بكل السادة الضيوف. نورتنا والف مبروك الوصول، يعني ما شاء الله عليك، انا مش مصدق ان انت قدرت تستحمل كل الطريق ده. الحمد لله والله، يعني بمعونه الله معانا فالواحد قدر يوصل. عايز برضو اقول لحضرتك ان دي تاني مره اجيها السعوديه بالعجله، كان من 9 شهور كنت تاني مره اجيها. تاني مره؟ يعني من 9 شهور كنت عملت عمره بالعجله، كنت اول مصري يسمح لي المرور من سفاجه لضبع بالعجله، يعني كان ممنوع اصلا حامل تاشيره عمره يمر بعجله. كان الحمد لله كانت الداخليه السعوديه كانت سمحت لي اول معتمر مصري يمر، فدي تاني مره بفضل الله ليا. ما شاء الله تجربه يعني. بس العمره حاجه والحج حاجه، الحج تاني مشقه تانيه خالص. بالظبط. ربنا يكتبها للجميع ويكتبها لكل مشتاق، اللهم امين يا رب. انا كان نفسي اكون معاك، انا السنه اللي فاتت رحت الحج، السنه دي ندعي بقى للناس اللي راحت. انت طبعا ان شاء الله يعني هتحج السنه دي، بس قبل الحج بقى، قبل ما نروح لليوم الجميل ويوم عرفه وكده، خدت منك قد ايه بقى التجربه دي؟ المره دي كانت الرحله كانت صعبه شويه، لان انا غيرت اتجاه خط السير بتاعي. انا دخلت، انا كده مريت بدولتين، والمفروض اصلا الرحله بتاعت مكرر لها 4 دول، اللي هي هطلع من مصر للاردن، ثم السعوديه، ثم البحرين، وانا في الامارات. الحمد لله انا خلصت الاردن وحاليا في السعوديه. المره دي جيت من ضبع، من رب عفوا، من نويبع. من نويبع نزلت العقبه في الاردن ودخلت على حقل ثم تبوك. الطريق المره دي صعب جدا جدا جدا، درجه الحراره يمكن المره فاتت كانت درجه الحراره اصعب، كنت سجلت اعلى نسبه درجه الحراره سجلتها ليا كانت 54 55، يمكن جسمي ده كان بيتساقط. طبعا انا كنت لسه هقول لك، انت يعني في توقيت درجه الحراره فيه مرعبه في مصر، واكيد في السعوديه برضو يعني.
لا هنا الاجواء مختلفه شويه. الاصعب من كده ان انت بتمشي في طريق محاط بالجبال من كل مكان. الجبال اللي انت محيط بها اصلا هي جبال رخاميه، يعني انت بتطلع عليك صهد نار بمعنى صحيح. مفهوم طبعا. كمان اللي سافر اخواتنا المصريين او يعني اللي متابعنا ومر على طريق تبوك تيماء هيعرف ان دي هضبه فيها جاذبيه كبيره جدا. انا كنت ببقى ماشي وطالع في حاجه بتشد في العجله توقفني. الموضوع كان صعب بس كنت بضغط على نفسي ضغط جامد، خايف ان درجه الحراره تعلى. طبعا احنا تدريجيا كل ما بندخل شهر 6 و7 و8 درجه الحراره بتبقى بتعلى اكتر، فما كنتش حابب. يعني خدت منك مجمل وقت قد ايه تقريبا؟ انا بالظبط لحد ما وصلت مكه 28 يوم. انا شايف كمان ان انت كنت مسجل الرحله وكنت بتقابل ناس في الشارع يتصوروا معاك واخد بطيخ، ويعني حصلت لك مواقف. قول لنا موقف لطيف حصل لك في الطريق وموقف صعب. والله يعني هو بص يعني الرحله كلها الكنز في الرحله بالاختلاط اللي انت بتختلط بيه والكلام ده كله. اجمل شيء طبعا لما بنلاقي المصريين والسعوديين، طبعا الخط ده عليه مصريين كتير جدا بيسافروا بالتريلات، بيسافروا الاردن وبيسافروا الامارات، فدايما بيمروا عليا بلاقيهم وقفوا يدوني اكل يدوني شرب. استقبال السعوديين برضو يعني استقبال غريب الشكل، حفاوه رهيبه. يمكن في فيديوهات كتير جدا عرضناها على المبادره الرسميه بتاعتنا، الناس بتكون متشجعه. ولا بعد ما اقول لك كمان ان انت رايح تعمل عمره او تعمل حج بيكون هو عايز يساعدك باي شيء. وبيعرفوا قصتك والعجله اكيد بيتحمسوا اكتر. انا بشكرك طبعا يعني وبتمنى لك طبعا حج مبرور وسعي مشكور ومجهود كبير قمت بيه. طبعا الزوم كان هيفصل فلازم كان نقفل، لكن هنستناك لما ترجع ان شاء الله نستقبلك في الاستوديو وتكون كمان قضيت فريضه الحج، وطبعا هتكون ساعتها افضل كمان نفسيا وتحس ان انت بقى ايه كملت المهمه وانجزت المهمه على اكمل وجه. انا بشكرك شكرا جزيلا الرحاله محمد المصري، سافر من بسيون للسعوديه عشان يقضي الحج 28 يوم بالعجله. يعني ربنا يديله الصحة الحقيقة وطولة العمر ويوفقه في حجه السنة دي. يلا بقى نروح محركم الفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل أستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي وهيكشف لنا كواليس معسكر المنتخب الوطني لمباراة بوركينا فاسو، ويا ترى المدير الفني الكابتن حسام حسن هيعمل إيه في أولى مواجهاته الرسمية في تصفيات كأس العالم، وأخبار صلاح وبقية أعضاء المنتخب يا ترى هيعملوا ايه النهارده. كل الدعوات والتوفيق ليهم، وتعالوا ندردش شويه قبل الماتش بعد الفاصل. صديقنا العزيز اللي انا بحب التحليلات وبيفهمني كتير الحقيقه الاستاذ محمد مصطفى الناقد والمحلل الرياضي منورنا في الاستوديو. ازيك يا محمد؟ مساء الفل يا استاذ، منور. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، وحشنا كتير. وانت كمان محضر لنا ايه النهارده؟ انا هبدا معاك كابتن حسام حسن بيقول ان رحله الوصول للمونديال صعبه، الى اي مدى تتفق وهل هي صعبه؟ والنهارده اول لقاءاته، هل الصعوبه دي هنشوفها النهارده؟ يخوفي والله. هو انا لو مكانه هقول صعبه، بس هي مش صعبه بما يرضي الله يعني. لا طبعا من ساعه زياده عدد مقاعد المنتخبات الافريقيه في كاس العالم ووصول المنتخبات في كاس العالم ل 48 منتخب، الموضوع بقى المفروض سهل، لانه المنتخبات الكبيره في افريقيا مصر كاميرون مغرب جزائر تونس نيجيريا خلاص المنتخبات دي المفروض مكانها محجوز. ولكن كره القدم علمتنا انه ما فيش كبير في الكوره، ممكن ماتشين يغيروا الحسابات. وكورتنا احنا تحديدا وتصفيات كاس العالم بتاعتنا علمتنا انه برضه مفيش كبير، لان احنا لما بنخسر او بنتعادل مع ناميبيا بتتعادل مع زامبيا، فتلاقي نفسك انت في النهايه الموضوع اتحطيت في ورطه. ولكن البدايه ربما كانت مبشره ايا كان مين اللي كان متولي المسؤوليه وقتها، كان روي فيتوريا. النتائج الى حد ما كانت كويسه، مباراتين حسام حسن اللي هم النهارده ويوم الاثنين الجاي امام بوركينا وامام غينيا، دول هيحددوا لنا بشكل كبير موقفنا في المجموعه. فزنا امام الاثنين المنافسين المباشرين بتوعنا بوركينا
وغيرها هيخلينا نقترب جدا من التأهل لكأس العالم، وهتبقى دفعة كبيرة جدا لحسام حسن. التحدي الأكبر لمدربين المنتخبات الأفريقية حاليا مش تأهل لكأس العالم، وإنما هو كأس الأمم الأفريقية، إزاي إنك تفوز بكأس الأمم الأفريقية. طيب النهاردة محضر لنا إيه؟ طبعا معنا صور مهمة ولطيفة، ايه الشكل اللي هيشتغل بيه حسام حسن النهارده؟ طيب خلينا نبدا، هم دخلوا على طول سخنين، يلا بينا. حسام حسن عنده ميزه ظهرت لانه هو لعب مباراتين بس، مباراه نيوزيلندا ومباراه كرواتيا، كسب نيوزيلندا 1-0 وخسر من كرواتيا 4-2، وكان جريء قوي حسام حسن وبيلعب منتخب زي كرواتيا، فنجوك وفازيتش ومودريتش وستانيسيتش واللعيبه الكبار دول بتلعبهم بملعب مفتوح. يعني حسام حسن لو نلاحظ في الصور اللي هنشوفها دلوقتي، بص اللي هتلاقي الباك يمين دايما محمد هاني كليفت، وقتها كان محمد حمدي هو اللي بيلعب في المباراه دي، هتلاقيهم طايرين. دي هجمه عاديه جدا، انت بتلعب نيوزيلندا في الدقيقه 36 متقدم 1-0، تلاقي الكوره حتى الشكل الدفاعي لعيبه نيوزيلندا مش كلها تحت الكوره، انت بتتكلم تحت الكوره في 6 لعيبه بس او 7 لعيبه، في 3 لعيبه فوق الكوره من لعيبه نيوزيلندا، وبالتالي دي مش هجمه، انت ضاغط الفرقه. وبرغم كده بتلاقي محمد هاني وتلاقي محمد حمدي الباكين اليمين والشمال، بص فاتحين الملعب ازاي، بص زايدين ازاي. وبالتالي اول حاجه بيعتمد عليها حسام حسن وهي فكره ان انا عايز اطير الجنبين بتوعي، مع ان عمر مرموش وتريزيجيه اللي هما الاثنين اللي كانوا بيلعبوا تحت مصطفى محمد هتلاقيهم بيضموا في القلب، كانك بتلعب بثلاث مهاجمين والزيادات اللي بتيجي من تحت اللي هما قفشه وامام عاشور. وبالتالي شكل منتخب مصر وكانه بيهاجم بسبع لعيبه، دي الحاله الهجوميه لمنتخب مصر. نمشي كده بالصور مع بعضنا، هتلاقي نفس الفكره موجوده برضو. بص دي هجمه تانية في الدقيقه 45 او الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، بص برضو محمد هاني هنا، محمد حمدي هتلاقيه هنا، بص مرموش هو اللي بيبص الكره لقفشه اللاعب رقم 8 اللي زايد على 18، ماشي يلا اللقطه اللي بعدها، مرموش بيسلم الكره لقفشه، بص بقى قفشه بيسلم الكره لمين، محمد حمدي اللي رايح من ناحيه الشمال هيلعب له ثرو باص. وبالتالي ده شكل هجوم منتخب مصر، انت بتتكلم ده الثرو باص اللي اتلعب لمحمد حمدي، وفي النهايه تريزيجيه لعبها ولكن ما سجلتش هدف. وبالتالي منتخب مصر تحت قياده حسام حسن في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا، رغم طبعا فرق المستوى وان كرواتيا فرقه اتقل، الا ان حسام حسن كان بيهاجم بسبع لعيبه وقت ما بيمتلك الكوره. مفيش قفشه النهارده، مفيش قفشه النهارده، هيكون البديل بتاعه زيزو. هو ده التغيير اللي هيحصل مع تغيير ناحيه الشمال. متفائل دي والله، هاجي لك في التشكيله، لان النهارده انت بتتكلم على الاقل ثلاث تغييرات او اربع تغييرات في تشكيل منتخب مصر عن مواجهتي نيوزيلندا وكرواتيا. نمشي بالصوره اللي بعدها على طول، هتلاقي برده نفس الكلام، ضغط هجومي من حسام حسن. دي بقى دي حاله، يعني خلينا ماشي خلاص، خلينا ناخد مع الشكل الهجومي والضغط الهجومي لحسام حسن. ايه اللي بيحصل؟ اي مرتدات بتخلق عليك عندك ازمات. دي كانت هجمه ملحقش محمد هاني انه يرجع ياخد البوزيشن بتاعه الصحيح، الكره اتلعبت في ظهره كانت ممكن تسجل هدف في مرمى منتخب مصر، وبالتالي هي دي اول ازمات حسام حسن. برغم ان نيوزيلندا مش فرقه الكبيرة، مش فرقة تصنيف أول، ولكن ظهر العيب ده، والعيب ده ظهر تاني في ماتش كرواتيا وكلفك هدفين من كرتين ثابتتين هنتكلم عليهم، وهدفين بالشكل ده، ان انت فاتح الملعب خالص. حسام حسن اخر ماتش كرواتيا كان بيلعب بتفندر واحد واثنين قلبين ورا، وكل اللعيبه طايره قصاد لعيبه بالكواليتي بتاع كرواتيا، اكيد انت كنت لازم تتكلف هدف ثالث. خلينا نمشي بالصور على طول. مقلقين النهارده بالدفاع شويه الحقيقه. ماشي، دي كويس انك جبت سيره الدفاع. هي دي انت بتتكلم في هدفين قصاد كرواتيا من ضربتين ثابتتين، وفي مباراه نيوزيلندا كاد كرتين ثابتتين برضو ان هم يسجلها هدف. الكره دي ضربه ركنيه، المفروض كل لاعب ماسك مان الراجل اللي بيجي الاخير ده بيجي من ورا. نمشي بالصوره، بص الراجل لوحده خالص يعني، بس فانت بتتكلم في كثافه عدديه، ثلاثه لعيبه انت فرقتك كلها جوه ال 18 ولكن الراجل جري ومفيش اي رقابه خالص. فبالتالي احنا عندنا دايما مشكله في الكرات الثابته، المشكله دي مشكله ازليه على فكره. نفس الكلام برضو، كره ثابته بتتكلم في غياب رقابه تام عن اللعيبه، وبالتالي ابرز مشاكلنا الدفاعيه. دي ماشي خلاص، خلينا نجيب نفس الفكره بتاع الضغط العالي بتاع حسام حسن، هو بيهاجم بسبع لعيبه، طب وانا فائد الكوره بعمل ايه؟ بضغط ضغط عالي قصاد كرواتيا بالكواليتي بتاع اللعيبه ده، وكان حسام حسن عنده الجرأه ان هو يهاجم بالشكل ده. انت بتتكلم في كام لعيب في وسط ملعب كرواتيا، وكرواتيا لسه بتطلع بالهجمه في الدقيقه 15 لسه في بدايه المباراه، بتتكلم في السبع لعيبه من منتخب مصر موجودين في وسط ملعب كرواتيا. وبالتالي حسام حسن نجري بالكور، نجري يلا بالصور على طول، هتلاقي تشوف الديفوهات اللي هتحصل
بسبب الضغط العالي. بص اتنقلت الكره، اللعيبه دي عندها امكانيات كبيره، دي اللعيبه بتلعب في احسن مستويات في العالم، وبالتالي عندهم امكانيه انه لا انا هعرف اطلع بالكره حتى لو انت بتضغط عليا، وخاصه ان الضغط كان ضغط عشوائي، والدليل ان محمد حمدي مثلا الباك ليفت هتلاقيه كان ضامن جدا لجوه، مفيش اي سبب يستدعي دخول محمد حمدي لجوه بالشكل ده، المفروض كان يبقى زي هاني كده على الخط، وفي نفس الوقت نجيب لعيبه من الاثنين لعيبه في وسط الملعب امام عاشور او قفشه يضموا لورا، وبالتالي تقدر ان انت تقفل الملعب، ولكن خرج محمد حمدي من البوزيشن بتاعه ومفيش حمدي، وباك ليفت ده ازمه برضه. مشكله كبيره النهارده لان انت ما عندكش بديل كباك ليفت. طيب بما ان مفيش قفشه مفيش حمدي، ناخد فاصل سريع دقيقه بالظبط ونرجع تقول لنا تشكيل النهارده وايه اللي انت خايف منه من بوركينا فاسو. يلا فاصل سريع. تاريخنا مع بوركينا فاسو دايما كويس يعني الحقيقه، حتى كسبنا على ارضهم قبل كده بطوله وكل مبارياتنا معاهم بنكسبها، بس احنا مش مضمونين عشان احنا دايما بنيجي يعني على السهل او المفروض ان هو سهل وبتحصل مشاكل، ونيجي قدام الصعب ونتالق، فيا رب ما يكونش ده سيناريو النهارده. تشكيله النهارده عامله ازاي وايه اللي انت خايف منه كمان من بوركينا فاسو؟ ايه طيب هو حسام حسن عندنا غيابات كتيره كمان. طبعا حسام حسن عمل لنا مفاجاه في التمرينتين الاخيرتين، وجرب كده طريقه لعب جديده في ظل ان انت ما عندكش باك ليفت لان احمد فتوح اصيب ومحمد حمدي موقف يعني تم ايقافه نتيجه الكارت الاحمر اللي خده في مباراه الكونغو في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وبالتالي كان عنده مشكله في مركز الباك ليفت، ضم عمر كمال عبد الواحد، ولكن بدا يفكر هو انا هلعب عمر كمال باك ليفت زي ما تم استخدامه في بعض المباريات في الاهلي ولا نغير الفكر ونلعب بثلاثه ورا، وده اللي عمله حسام حسن امبارح واول امبارح في التدريب، جرب حط حمدي فتحي كسيرد باك ثالث مع منعم ورامي ربيعه، واستخدم تريزيجيه كجناح شمال واستخدم زيزو كجناح شمال، جربهم هما الاثنين في مركز الجناح الشمال. الفايده في لما بتلعب بثلاثه ورا ان انت عندك الباكين اليمين والشمال دول دايما بيبقوا بيسموهم وينج باك في الكوره، على طول رايح جاي، وبالتالي واجباتك الدفاعيه بتكون اقل. الفكره دي في رايي الشخصي مش هتكون صائبه ومش هتكون ناجحه، اولا لان دي اول مباراه لحسام حسن فبلاش ريسك بطريقه جديده، ثانيا لانه الطريقه دي ما لعبش بيها المنتخب ده من ايام كوبر، يعني احنا اخر حد لعب معانا ثلاثة ورا هو كابتن حسن شحاته وبعديه برادلي، انت بتتكلم في حوالي 8-9 سنين الجيل ده ما لعبش بثلاثة ورا خالص، وبالتالي هيكون في ريسك كبير جدا في ان انت تلعب بالشكل ده. حسام حسن النهارده هيعتمد على واللي كان خلاف في حراسه المرمى، محمد الشناوي ولا مصطفى شبير؟ صعفان الصغير مدرب الحراس كان عنده وجهه نظر ان مصطفى شبير هو اللي يبدا بحكم ان هو اللي رجليه في الملعب، ولكن حسام حسن اختار محمد الشناوي بحكم الخبرات دي الكبيره. معلومه ولا دي معلومه؟ دي معلومه، محمد الشناوي هو اللي هيبدا النهارده وفقا لقرار حسام حسن رغم رغبه صعفان الصغير في البدء بمصطفى شبير. ما كنتش عارف المعلومه دي. عندنا تجارب دوليه بالمناسبه، يعني انت عندك منتخب المانيا مثلا 2018 نوير كان طول الموسم مش موجود، وتير شتيجن متالق جدا مع برشلونه، ولكن بمجرد عوده نوير ولعب شهر واحد بس لعب اساسي في كاس العالم. عندك نفس التجربه مثلا في تجربه مختلفه في ريال مدريد ان كورتوا رغم انه رجع ولكن لونين كمل وبقى اساسي، ولكن ممكن جدا السنه الجايه تلاقي كورتوا راجع في مكانه الطبيعي. فدايما مبابي بقى مبابي راح كمان ريال مدريد فنشوف عندكم بقى انتوا مشجع الريال انت في قلب الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه هم الثنائي اللي بيلعبوا في الاهلي، باك رايت محمد هاني، باك ليفت يعني عمر كمال عبد الواحد الطبيعي انه اللي يكون موجود، ولكن تم برضه طرح فكره كوكا، ايه راي كوكا يلعب في مركز الباك ليفت، ولكن الاقرب عمر كمال. ايه رايك اصلا عبد الواحد معايا هم برضه عايزين يعرفوا بيقولوا لا عمر كمال طبعا، بيقولوا عمر كمال طبعا لان اداء الفتره اللي فاتت كان هايل بيحللوا معاك على فكره طبعا يخش معانا للسجن. ايوه والله انا بستمع للشرح هنا وهنا بقارب بقى معانا في وسط الملعب طبعا مروان عطيه وامامه امام عاشور، الثالث هو زيزو هو اللي هيلعب دور انا بتفائل بيه جدا والله بحبه هو زيزو، بس يعني ازمه زيزو الموجود في الجيل ده في وجود محمد صلاح لان زيزو مكانه الطبيعي في مركز الجناح اللي تم المقلق من زيزو ليه تم انا بحبه والله ومجتهد وملتزم لا لعيب كبير طبعا وامام طبعا الثلاثي الامامي في ظل غياب زيزو مين معاه مروان عطيه امام عاشور زيزو دول ثلاثي هيكون وسط والله الملعب محمد صلاح في قدام هو وتريزيجيه ومصطفى محمد في فكره كان بيعملها فيتوريا في وقت من الاوقات ممكن تنجح في الماتشات اللي زي كده وهو ان زيزو يلعب
جناح يمين وتريزيجيه جناح شمال ومحمد صلاح يدخل يلعب رقم 10 يبقى حر ينقل كرة في وسط الملعب بحريه. الشكل ده ممكن يكون احسن ولكن الريسك بتاعه المرتدات لانه حسام حسن بالشكل بتاعه بيطير على طول الباكين اليمين والشمال هاني وعمر كمال مع زياده امام عاشور هتلاقي نفسك هتتعرى ورا. بس احنا كده ضغطي ايوه كنت لسه اقول لك احنا كده ضغطين هتتعرى ورا هيبقى في مشاكل دفاعيه خاصه ان منتخب بوركينا فاسو عنده بعض اللاعبين رغم ان براما تراوري المدير الفني الجديد لبوركينا فاسو استبعد لعيبه زي برتنارد تراوري وزي الباك رايت بتاع لوتون اللي هو عيسى كابوري الى انه عنده بعض الادوات اللي يقدر يستخدمها زي فرانك لاسينا تراوري ده لاعب بيلعب في شختار كان منتقل ليه من اياكس واحد من هدافين الفرقه ليه 18 ماتش دولي سجل 7 اهداف وصنع الجول بتاع منتخب بلاده في مباراه ليبيا الاخيره في مارس اللي خسروها 2-1 اللاعب ده لعيب قوي جدا ولعيب حريف ولعيب ممكن جدا يزعجنا في ظهر عمر كمال عبد الواحد لسه بقول له اصل بيقول لي بص الصوره دي حسام حسن ومحمد صلاح هو خلاص صلاح قدم يعني السبت وحلق شعره فقرب من المسافات شويه كنت بقول له في الفاصل لا طبعا صلاح متهيألي ما فيش حاجه ان شاء الله خير يعني ما فيش حاجه لا هو حسام هو صلاح حلق شعره عشان يركز بقى فان شاء الله حسام رد على ده في المؤتمر الصحفي ووضح انه ما فيش اي مشاكل واتخلقت المشاكل حتى لو كان في مشاكل كويس قوي ان هو احنا بنقرب المسافات اهو حاجه حلوه نحسن جميل جدا يعني. لا طبعا صلاح نجم كبير وحسام ابراهيم حسن نجوم مصر التاريخيين انا متاكد ان حسام هيبقى عنده اتيتيود النهارده كمان انه يستوعب الجميع وطبعا مباراه مهمه بالنسبه له جدا طبعا بس ضغط عليه شديد طبعا ضغط كبير لان اول مباراه رسميه طبعا مباراتين اللي فاتوا سجلها كمباراتين دوليتين رسميتين يعني ولكن في النهايه انت بتتكلم في تصفيات كاس عالم واخده الطابع الرسمي يعني الرسمي بالمتعارف عليه وبالتالي مباراه تخليك اما تفوز وتديك دفعه قبل مباراه غينيا تفوزها كمان فخلاص تقرب قوي تريح نفسك من بدري ان انت قريب من كاس العالم او لا قدر الله تحصل المشكله وبالتالي دي هتبقى ازمه وهتهز الثقه شويه الناس واثقه في حسام حسن الفوز النهارده والفوز امام غينيا اظن ان هم هيزودوا الثقه لدى حسام حسن وخاصه ان انت داخل السنه الجايه كمان على كاس افريقيا اذا لعبت يعني مين الاسماء اللي انت متفائل بيها النهارده في الملعب انا متفائل جدا بامام عاشور دايما لاعب عنده كوره واهم لاعب في مصر دلوقتي متفائل بمصطفى محمد لانه هداف كبير ولاعب من اهم اللعيبه المهاجمين في مصر خلال السنوات الاخيره تقريبا من بعد جيل متعب وعمر زكي ما جالناش فروت زي مصطفى محمد زيزو طبعا لعيب كبير برضه اكيد وهيفرق جدا مع الفريق هيعوض طبعا انا متاكد انه النهارده هيكون عنده دافع اكبر ان هو يحقق حاجة كم توقعاتك النهارده الماتش ما تأصعب حاجة موضوع التوقعات أتمنى طبعا الفوز وفوز مريح يعني أتمنى 3-0 يعني يا سلام 3-0 يا ريت يعني أنا أعتقد 1-0 يا ريت ماشي أهم حاجة فوز يعني في النهاية الفوز النهارده والثلاث نقط يريحوا أعصابنا ولكن الناس دايما بتستنى الاداء خد بالك من الجزئيه دي الفوز والاداء لازم يكونوا متوازيين مع بعض هنكلمك بعد الماتش ونشوف برضو ايه رايك لكن خليني اشكرك طبعا محمد مصطفى نورتنا كالعاده شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله النصر مصر النهارده دعواتكم وربنا ينفخ في صوره حسام حسن وكل اللي معاه يا رب ونشوف ماتش يليق بمنتخب مصر ونجحنا شويه في اللي جاي بشكر حضراتكم وبقى حلقه جديده من الخلاصه